السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامدي. هذا النهار ان شاء الله غادي نتحدثوا على واحد الموضوع ديال الاسهال عند الانثى الحامل، يعني اللي بقى لها واحد السيمانه باش تولد وجاها الاسهال. كيفاش غادي نتعاملوا مع هذا الاسهال للانثى الحامل؟ غنشوفوا بعدا الاسباب. الاسباب هو انني عطيتها الخبز. ها هو هي هذه الانثى، هي هذه كنت كنعطيها السيكالي، ما هو وقلت نساعدها شوية بالخبز. من ساعدتها بالخبز النتيجة كانت مزيان مرضية في الأول، ولكن من بعد لقيت راسي واحد طرف ديال الخبز اللي هو هذا أصلا، هذا عطيته لها وهو ماشي كارم حتى للحد. انتم الى لاحظتوا معايا ملي كانت كيبيلي ماشي كيتقرمش بحال دابا. نقولوا هذا هانتوما، الى بغيت نقرضو شي قاصح اوكي. الى سمعتوا كيفاش دار، يعني تفتت بواحد الطريقه. اما هذا باقي ما كيرمش حتى للحد. اذا حذاري اخواتي، هذا الخبز اللي ما تحطوش في الشمس، حطوه في الشمس حتى يولي كارم، كيولي كيتقرمش. اما باش تعطيو لهم بهذه الطريقه بحال هكا، هذه راه باقي ما كارمش. هانتوما الى خشيت صبعي هنا هانتوما ماشي مقرمش، يعني البابه، هذيك البابه راه هي اللي كتؤدي الى الاسهال عند الارانب. اذا الطريقه يعني ديال العلاج راه باينه ووضحتها في واحد الفيديو قبل. هي مسكينه دابا راه شويه شويه بدات كتجمع كرشها، وهي الخل الابيض او الخل العادي اللي كتستعملوه في الطعام. تخلطوه لهم واحد معلقه ديالو، ديروها مع الماء. يعني خاصكم المراقبه، يعني منين تكون بحال هاد الحوايج هذا تشوفوا الفضلات هي ديالها. هانتوما انتوما الى بنت لكم انتوما تبعتوا معايا، شوفوا الفضلات ديالها راها اذا الفضلات ديالها خاصها تكون مكركبه ومدوره وناشفه. اذا شفتوها بدات كتجرى او بدات يعني كيوليو كما سبقت في واحد الفيديو، يعني الحجم ديالهم بدا كيقل، راه كاينه تما شي مشكل. واكثريه الا جرات كرشهم ولات هذيك الفضلات عباره عن ماء، هذيك راه الحاله الخطيره، هذيك راه يعني لا قدر الله يقدر الارنب يمشي فيها، يعني يموت. انتوما الا تجاوزتو المرض في البدايه ديالو راه كيكون راه كتكون مزيان. الا خليتوه طال وصافي، تجيتو واحد النهار لقيتو الارنب ديالكم صافي ولا ضعيف وهزيل، وهادي راه تما ما يعني ديما انايا من في الفيديوهات ديالي حقيقه هي فيديوهات عباره عن نصائح، ديما المراقبه والنظافه، المراقبه والنظافه. ملي كتكون كتنظفوا ديما كتشوفوا التغييرات اللي طرات على الارانب ديالكم. ملي تشوفوا الفضلات ديالو الاخر الحجم ديالها تبدل ولا اللون ديال شي دم ولا شي حاجه، خصكم تراقبوا هاد الحوايج. يعني تربيه الارانب هي الحمد لله الى الواحد صدقوا له الارانب ودار بالنصائح يعني جمع معلومات وخدا النصائح من عند الناس وطبقها بالنسبه للدواء بالنسبه لكلش، راه غادي يصدقوا. ولكن رخص كذلك المراقبه اليوميه، ماشي ديرهم وتقول صافي ندير نعطيهم واحد الكميه ديال الماكله ونخليهم واحد الوقت عاد نجي نعطيهم. لا، انتما ها هي فكره بسيطه ان هاد الخبز اللي غتعطيه لهم خليوه يكرم حتى يولي مقرمش حتى للحد. الا خليتو فيه شويه ديال البابه ولا تعكزوا عليه تقول واحد النهار غير نخليوه راه ما غادي يطرا له والو، كونوا متاكدين ان هذا المشكل راه غادي يوقع كما وقع لي انايا. خليت شي شويه هذا عجزت عليه في الحقيقه، قلت نعطيه لهم وهو باقي عاد فيه شويه ديال البابه. هانتوما الا خشيت صبعي باقى فيه البابه هنا وكيبان مقرمش على برا، هانتوما هكا، ولكن الداخل ديالو باقى فيه ديك البابه. هذا كيؤدي الى تهيئ الاسهال. ودعيو معايا هاد الارنبه هي مسكينه تفيق شويه، ما تبقاش غير دايره ملي كتبان بحال اللي ما باقي ما كلاتش. ها هو السيكاريم ديالها في هذا الصباح، هو باقي ما كلاتوش.
ولكن ان شاء الله راها شويه الكرشه بدات كتجمع. اذا خوتي حذاري من الخبز الغير كامل في التجفيف ديالو، خصو يكون مجفف في الشمس. عطيوه 3 ايام، عطيوه يومين، عطيوه 6 سيمانه، ماشي مشكل. هذا هي كيفيه التخزين ديالو الا بغيتو الارانب ديالكم ما يمرضوش. اذا الى عجبكم الفيديو شاركوا معنا، تكيو على زر جام كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله، ومرحبا بكم في وبتعليقاتكم الطيبه.